عطيه منسق. صحافه يا استاذ جمال طالع لسه. استاذ محمود عطيه منسق ائتلاف مصر فوق الجميع. استاذ محمود اتفضل. اوه محمود عطيه. صباح الخير يا استاذ وائل. صباح الخير اتفضل. والله يا استاذ وائل المشروع القانون ده اتناقش من اسبوعين في قنوات خارجيه كتير. وكانوا كل اللي بيتكلموا ضد هذا واخد بال حضرتك بيدخلوا هذا الكلام انه ضد الحريات وضد مش عارف ايه وضد المعارضه وضد هذا الكلام. انا بس بسال الساده اعضاء مجلس الشعب سياده اللواء شكري صديقي العزيز وجمال بيه طبعا واخد بال حضرتك ان الاسباب الاولى لعمل هذا المشروع او التقدم بهذا المشروع هتلاقي حضرتك اهانه الرموز اللي احنا بنقول عليها تاريخيه. قبل كده كان في إساءة إلى مقام أبو الأنبياء بما إنه بقى رجل صالح وشاف كابوس واخد بال حضرتك. واحد بيطلع في القنوات يقول لك الأئمة الأربعة في سلة المهملات واخد بال حضرتك. يعني الناس لما تقدم مشروع وأنا لا أدافع عن مجلس الشعب عنده اللي يدافعوا عنه واخد بال حضرتك. لكن لما بنتكلم على الأصول إيه اللي خلى الناس تقترح هذا الكلام من اللي شافوه في القنوات التلفزيونيه والفضائيات ويصر المذيع ان هو يجيب الاخ اللي بيقول على عمرو بن العاص مش عارف ايه وعلى فلان ايه وعلى فلان ايه ده كلام برضو. يعني كل اللي احنا اتعلمناه وكل اللي درسناه احنا عايزين نختزله في ان الحريات يعني هي الحريات لازم نغلط في السلف الصالح ولازم نغلط في الناس التاريخيه احنا ما شفناش الكلام ده قبل كده ما كانش بيحصل. فانا بأؤيد هذا القانون وبشكرهم عليه ومش دفاعا عنهم. ما حدش عاوز الاهانه يا عم محمود. انا ليا كلمه اللي عاوز اعلق بيها بلاش يعني ندخل الامور في بعض يا استاذ محمود. اسمعوا بس. طيب استاذ محمود. نعم فندم. يا استاذ محمود اولا لا احد يقر بالاهانه انما القضيه مش قضيه اهانه. يعني انا ممكن انا اي راي علمي اي وجهه نظر اخرى يمكن اعتبرها اهانه في هذا الاطار العام. وبعدين احنا الاهانه بنظمها وانت كبير محاميين نظمها القانون الجنائي سب وقذف. انما ما يخص الشخصيه التاريخيه التي لا نستطيع ان نحدد انها رموز ولا لا ولا نستطيع أن نتفق اتفاقا مطلقا على أن دي رمز وطني لا غبار عليه. مفيش حاجة مطلقة ومفيش إنسان مقدس لا زعيم ولا رئيس ولا أي حد. يا جماعة خلينا نتعامل مع الواقع. وبعدين الرأي والرأي الآخر يعني أنت لما تيجي تقول ساعة تقول كذا تاني يقول كذا ده بوثائق وده بوثائق وده بدلائل وده بدلائل ده إسراء للفكر وده يعني تكوين لرأي عام فعلا. والثقافة والرأي العام المصري تحتاج الآن إلى رأي ورأي آخر ولا تحتاج إلى منع. تعليق أخير يا أستاذ محمود عشان أخذ تعليقات أخيرة من ضيوف تفضل. طيب يا أستاذ جمال أنت في الاستوديو أنت حضرتك في الاستوديو يا أستاذ جمال. بيقول إيه؟ يا أستاذ جمال الناس أنا عايز أسأل السادة الأفاضل أعضاء مجلس الشعب المشروع ده هم يعني تقدموا بيه ليه أصلا؟ هم السبب الرئيسي اللي هم تقدموا بيه للكلام ده من اللي احنا بنشوفه. هل يا أستاذ جمال وأنت رجل محترم ورجل سياسي كبير سيدنا إبراهيم أبو الأنبياء الرؤية اللي شافها شاف كابوس هل يرضيك هذا الكلام؟ لا لا هل لا يرضيك طبعا. الأئمة الأربعة لا لا عاوز يتحاكم اللي قال الكلام ده وأنا محاكم اللي قال الكلام ده أبقى كده تعديت على الحريات. هذا الكلام مرفوض يا أستاذ محمود بعد إذن حضرتك ولكن ليس بالحبس ولكن بالرأي الآخر رأي آخر إيه بعد إذن حضرتك النهارده لو فيه دولة من الدول الجوار أو أي دولة من الدول ماشي حضرتك الأجهزة المخابراتية بتاعتها شغالة عليا إن أنا ضيع التاريخ بتاعي وأنا شغال معايا ثواني بقى والمنهج موجود. هقول لحضرتك على حاجة وصلاح الدين الأيوبي على وجه التحديد لابد من فحص قضية صلاح الدين الأيوبي على وجه التحديد ليه؟